جيت نصوت في المدرسه اللي قريبه للدار ديالي لان مقيم بها في الحومه، وكمواطن اسباني كنحمل الجنسيه اسبانيه كان من حقي نمشي نصوت. ومن ناحيه التصويت زعما كنشوف دائما كنشوف الحزب اللي هو مناسب المصالح ديالنا، كمهاجر اسباني كنحمل الجنسيه الاسبانيه زعما من حقي، هذا واحد الحق عطاه لي الدستور كنمشي نطبقه. وكما تعلمون يعني الانسان اللي عنده الجنسيه لا ناسيوناليدا الاسبانيولا عنده حق في الانتخابات. دابا جبرتونا غنمشيو ننتخبوا ان شاء الله، وكل واحد عنده الحق في 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 في, في بارتيدو اللي بغى ينتخب عليه. وحنايا عرفت خصنا نخاطروا الحزب اللي غيجي فابور للمهاجرين ان شاء الله. عرفت المهاجرين كيعانيوا بزاف في اسبانيا، يعني اكثر في اسبانيا. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم كان تصويت ديال انتخابات، المهم الحمد لله صوتنا على الحزب الاشتراكي على حكم بان المهاجرين اللي هنا مسكننا حنا كنتمنوا لهم ان شاء الله تزيد الحمد لله تحسن الوضعيه وكيدافعوا على المهاجرين. السلام عليكم، حنا في بارسلونة اليوم الاجواء الانتخابات دازت مزيانه الحمد لله. حنا صوتنا على الحزب اللي كنشوف اي ساند ويساهم مع الجاليه المغربيه ديالنا في برشلونه. شكرا. اولا السلام عليكم، مواطن مغربي مقيم باسبانيا وبالضبط مدينه برشلونه في اقليم كاتالونيا. كيف ما كيعرف الجميع ان اليوم هو يوم اعاده انتخابات يعني في الرئاسيه البرلمانيه، بحيث ان كان مؤقت يعني رئيس مؤقت ان فونسيون هو بيدرو سانشيز مدها شي بالاغلبيه، واليوم كانت يعني اعاده انتخابات. صراحه هذا اليوم هذا كنتظروا حنايا 12 الليل باحر من الجمر باش نعرفوا شكون هو الفائز في هذه الانتخابات هذه، لان مؤخرا شهدت اسبانيا واحد الموجه يعني موجه قويه ضد المهاجرين، خصوصا الاحزاب اليمينيه المتطرفه منهم فوكس ولا سيودادانوس، ولكن الاغلبيه فوكس، لان حزب اللي دائما كيعطي واحد كيحاول ما امكن انه يفوز بصوته بمهاجمه المهاجر بصفه عامه، انه كينتقدوا بزاف الحاجات، انه كيدير خدمه يعني للمواطنين الاصليين الاوتوكتونوش، كيدير غير ايودات، يعني ما كيخدمش وما كيستحقش انه يكون مواطن اسباني. ولكن خرجوا يعني قنوات اسبانيه وكذلك احزاب اسبانيه وحقوقيين في هذا الاطار هذا رفعوا دعوه قضائيه ضد هذا الحزب هذا، لانه بغى يخلق واحد الكراهيه ضد المهاجرين، وبغى في هذه الارض هذه السعيده. اليوم كنظننا بان المغاربه يعني فاقوا عاقوا، بالمغاربه والعرب بصفه عامه فاقوا عاقوا. كانت واحد الناس مشات تعطي الصوت ديالها، لان حست بواحد الخطر وحست بانها ضروري عليها انها تمشي تعطي الصوت ديالها من اجل مناهضه ومن اجل الوقوف ضد الاحزاب اليمينيه المتطرفه. السلام عليكم، معكم الفنانة المغربية المقيمة بديار الإسبانية دليلة خليفة. اليوم مشينا درنا الواجب ديالنا كوطنيين وكجالية عايشة في الديار الإسبانية، ودرنا الواجب للحزب اللي يستحق ياخذ هاد اللقب هذا باش يعاون المغاربة والعرب كاع اللي عايشين في الديار الإسبانية، ونتمنى إن شاء الله يكون كل شيء على ما يرام. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.